وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا محمد نبي الأمي عليه أصل الصلاة وأصل التسليم. اللهم صل عليه وسلم وبارك إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم واهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرف لي أن أدعى إطراف جمعية الإرشاد والإصلاح وأقدم كلمة في هذا المقام الكبير المعقد الذي تقفه الملائكة. هذا الجمع الغفير الذي نحتفل فيه بهؤلاء البراعم والبرومات الذين حقهم الله بفرصة حفظ آيات من كتاب الله العزيز الكريم وصور من كتاب الله العزيز الكريم. الحضور الكريم، العهد اللي دينا من الأول نسمعوا بثلاثة لنا نستمع من ننصرف نستمع قالوا هزوش نستمع أم ننصرف؟ عاود إذا نستمع.